السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة في مدارس الهيئة التربوية التعليمية في لبنان، وصلنا وإياكم طلاب الصف السابع، وصلنا وإياكم إلى الدرس 17 من دروس التعليم عن بعد. وموضوع درسنا في هذا اليوم من مواضيع دروس الإملاء، وعنوانه الألف اللينة في آخر الأسماء والأفعال. هذا الدرس درس مهم جدا، لأن الأخطاء التي ترد والتي تتوارد عند الطلاب كثيرة في هذا الموضوع. أنا كيف سأكتب الألف؟ هل سأكتبها طويلة أم سأكتبها مقصورة؟ وهذا يربك الطالب أثناء الكتابة في الامتحان وفي اللغة العربية في كتابة الإملاء. فكيف نحل هذه المشكلة؟ المشكلة حلها بسيط وسهل عندما نعرف قواعد كتابة هذه الألف. فأول شيء علينا أن نعرفه أن نعرف الألف اللينة. فما هي الألف اللينة؟ عندما نقول سمى المرء بعقله، نلاحظ أن هذه الكلمة انتهت بألف، وهذه الألف هي ألف ساكنة وسميت لينة لأنها لا تقبل الحركات. وهذه الألف الساكنة جاء الحرف الذي قبلها مفتوحا، فنقول إن كل ألف ساكنة مفتوح ما قبلها هي ألف لينة. كل ألف ساكنة مفتوح ما قبلها هي ألف لينة. طيب، ننتقل الآن إلى موضوع بحثنا اليوم. لماذا كتبنا الألف في هذه الكلمة طويلة؟ ولماذا كتبنا الألف في كلمة جنى مقصورة؟ وهل يمكن أن نكتب سما بهذه الصورة أو أن نكتب جنى بهذه الصورة؟ نقول لا يمكن أبدا، فهذا خطأ إملائي. السبب أن كلمة سما هو فعل مؤلف من ثلاثة حروف، وإذا أردنا أن نعد أحرف الكلمة يجب أن يكون الفعل بالماضي، لأن أحرف الفعل تتغير بالأمر والمضارع، فأحرف الفعل الأصلية تكون ظاهرة في الزمن الماضي. فسمى هو فعل ماض وعدد حروفه ثلاثة. كتبنا الألف فيه طويلة، السبب نقول لأن أصلها واو، لأن أصلها واو. أما كلمة جنى فكتبنا الألف فيه على صورة الياء أو مقصورة لأن أصلها ياء. السؤال، لماذا أو كيف نعرف أصل الألف؟ نحن قلنا هنا أصلها واو وهنا أصلها ياء، لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، كيف نعرف أصل الألف؟ نعرف أصل الألف بثلاثة طرق. الطريقة الأولى هي إذا كان الفعل ماض نرده للمضارع، فالفعل سما بالمضارع يسمو. نلاحظ أن الألف صارت واو، إذن نقول أصل الألف واو، أصل الألف واو. فالقاعدة إذا كان الفعل ثلاثيا فنكتب الألف طويلة إذا كان أصلها واو. ونعطي مثالا آخر، نقول الفعل شكا بالمضارع يشكو، إذن نكتبها طويلة لأن أصلها كذلك واو. أما الفعل الآخر جنى فكتبنا الألف فيه مقصورة لأن أصلها ياء، وكما ذكرنا نعرف أصل الألف برد الفعل إلى المضارع، فالمضارع من جنى يجني، إذن نلاحظ أن الألف صارت بالمضارع ياء، لذلك نقول إن أصل الألف ياء. تمام؟ إذن قاعدة سهلة وبسيطة، إذا كان الفعل ثلاثيا فنكتب الألف في آخره طويلة إذا كان أصلها واو، ونكتبها مقصورة إذا كان أصلها ياء. مثل الفعل رمى، أيضا نكتب الألف فيه على صورة الياء أو مقصورة لأن بالمضارع يرمي. وكذلك الفعل مشى.
وماذا عن الطرق الثلاثة التي ذكرناها؟ أنه نحن نعرف أن أصل الألف واو أو ياء إما برد الفعل إلى المضارع أو بإسناده إلى ضمير متحرك. يعني أنا عندما أسند الفعل سما إلى ضمير رفع متحرك أقول سموت، سمونا. فإذا هنا الفعل تحولت الألف إلى واو عند أسناده إلى الضمير، إذن أصل الألف واو. وعندما نسند الفعل جنى تقول جنيت، تمام، جنيت. والطريقة الثالثة لمعرفة أصل الألف في الأفعال أن نرده إلى المصدر، سما سموا، جنى جنيا. إذن تحولت الألف إلى واو في الطرق الثلاثة. أما في المثالين الثالث والرابع فتقول هذا فتى يحمل عصا. كلمة فتى هي كلمة مؤلفة من ثلاثة حروف، وكلمة عصا أيضا هي كلمة مؤلفة من ثلاثة حروف، لكن ماذا تختلف عصا وفتى عن جنى وسما؟ تختلف بأن فتى وعصا هما اسمان وسما وجنى فعلان. فهل طريقة كتابة أو قاعدة كتابة الألف في الأسماء تختلف عن الأفعال؟ لنرى. كلمة فتى هي كلمة ثلاثية مؤلفة من ثلاثة حروف، أصل الألف أيضا فيها ياء. إذن القاعدة ذاتها في الأفعال وفي الأسماء، إذا كان الاسم أيضا ثلاثيا أصل الألف فيه ياء نكتب الألف على صورة الياء أو مقصورة، وكلمة عصا أصل الألف واو، لذلك كتبنا الألف طويلة. الآن السؤال، أصل الألف نعرفه بالأسماء بطرق مختلفة، فهنا لا نستطيع أن نرد الاسم إلى المضارع، ولا نستطيع أن نرده إلى المصدر أو أن نسنده إلى ضمير، فنعرف أصل الألف في الأسماء بطريقتين، إما بتثنية الاسم أو بجمعه جمع مؤنث سالم. فأنا عندما أثني فتى أقول فتيان، نلاحظ أن الألف تحولت إلى ياء، إذن نقول إن أصل الألف هنا ياء، أو فتيات بجمع المؤنث السالم. عصا إذا تحولنا هذا الاسم للمثنى أقول عصوان، إذن الألف صارت واو، إذن نقول أصلها واو، أصلها واو، أو عصوات بجمع المؤنث السالم. ماذا عن المثال الأخير، ينتقل بين القرى والربا؟ كلمة قرى وكلمة ربا هذان اسمان ثلاثيان، وهذان الاسمان كتبت الألف في آخر كلمة قرى على صورة الياء مقصورة، وكتبت في كلمة ربا ممدودة. ونلاحظ أن كلمة قرى هو جمع، وكلمة ربا أيضا هي جمع، فنعرف أصل الكلمة، نعرف أصل الألف في الكلمة إذا كانت جمعا بردها للمفرد. فقرى ما مفردها؟ قرية. إذن أصل الألف كذلك ياء، وكلمة ربا نردها للمفرد ربوة، إذن كذلك أصل الألف واو. إذن القاعدة العامة للأفعال الثلاثية وللأسماء الثلاثية، إذا كان آخرها ألف لينة فنكتب الألف لينة، لينة طويلة إذا كان أصلها واو، ومقصورة إذا كان أصلها ياء. تمام، نفس القاعدة، نفس القاعدة. الآن لما تقول عصى، عصى الإنسان ربه، الآن نقول هذا الفعل ما أصل الألف فيه؟ عصى يعصي، كما يقول الشاعر تعصي الإله وأنت تظهر حبه عار عليك. فهذا الأمر عصى، نرد الفعل للمضارع ماذا تصبح الألف؟ تصبح ياء. فإذا نكتب الألف في الفعل عصى كيف؟ مقصورة. عصى نكتب الألف فيه شو؟ مقصورة، لأن هذا الفعل ثلاثي أصل الألف فيه ياء. أما لما كانت اسم أصل الألف فيه واو. إذا نفس القاعدة نتبعها،
نتبع نفس القاعدة، نرد الفعل إلى المضارع حتى نعرف أصل الألف، فإذا كان أصلها واو نكتب الألف طويلة، وإذا كان أصلها يا نكتب الألف مقصورة. نستذكر القاعدة معا. الألف اللينة هي ألف ساكنة قبلها حرف مفتوح كما ذكرت لكم، ألف ساكنة وقبلها حرف مفتوح. تكتب الألف اللينة في آخر الأسماء والأفعال، إذن القاعدة واحدة للأسماء والأفعال، قاعدتها واحدة الثلاثية طويلة. متى نكتب الألف في آخر الأسماء والأفعال الثلاثية طويلة؟ الجواب إذا كان أصلها واو، ومقصورة إذا كان أصلها ياء. تمام؟ الآن ذكرنا لكم كيف نعرف أصل الألف، علينا أن يعني نعرف الطريقة التي نعرف بها أصل الألف. يعرف أصل الألف اللينة في الفعل الماضي الثلاثي إما برده للمضارع أو رده إلى المصدر أو إسناده لضمير رفع. هذه الطرق الثلاثة التي تعرف فيها أصل الألف في الأفعال الماضية. الآن إذا كانت الكلمة اسما، لم أذكر قاعدة هنا، إذا كانت الكلمة اسم فنعرف أصل الألف فيها كما ذكرت لكم بطريقتين، إما بتحويل الاسم إلى المثنى أو بتحويله إلى جمع المؤنث السالم. ننتقل إلى المجموعة ب. انتهى العام الدراسي، أعطى المدرس المتفوق جائزة، أعيى الدرس التلميذة، أدخل المريض إلى المستشفى، اليد العليا خير من اليد السفلى. الآن انتهى، هذه الكلمة كما تلاحظون انتهت بألف، وهذه الألف ألف لينة لأنها ساكنة وقبلها حرف مفتوح. لماذا كتبنا الألف هنا مقصورة؟ ما السبب؟ علينا في البداية أن نعرف إذا كانت الكلمة ثلاثية أو تزيد على الثلاثية، رباعية، خماسية، سداسية. تمام؟ فهل هذه الكلمة جاءت الألف فيها في ثلاثية أم تزيد؟ بالتأكيد تزيد، فانتهى جاءت الألف خامسة، يعني الحرف الخامس، فقاعدتها مختلفة عن القاعدة في الأمثلة ألف. فالأسماء والأفعال التي تزيد فيها الكلمة عن ثلاثة حروف نكتب الألف كما نلاحظ، انتهى، استغنى، استعلى، اهتدى، انتمى، ارتضى، كلها نكتبها بألف مقصورة، كلها نكتبها بألف مقصورة حتى وإن كانت اسما، مستشفى، سلوى. تمام؟ ما السبب؟ نقول السبب لأن هذه الألف لم تسبق بياء، هذه هي القاعدة. إذن القاعدة أن الكلمات التي تنتهي بألف وتكون زائدة على ثلاثة حروف فنكتب الألف مقصورة إذا لم تنتهي بياء. انتهى فعل زاد على ثلاثة حروف، لم تسبق الألف بياء، إذن كتبناها مقصورة. أعطى كذلك فعل لم تسبق الألف فيه بياء، كتبناها مقصورة. مستشفى اسم لم تسبق الألف فيه بياء، كتبناها مقصورة. إذن القاعدة إذا كانت الكلمة فعلا أو اسما وجاءت الألف فيه رابعة أو خامسة، يعني في فعل أو اسم خماسي أو سداسي أو رباعي، فنكتبها مقصورة ما لم تسبق بياء. ماذا لو سبقت بياء؟ نكتبها طويلة. أعيا فعل جاء بالألف رابعة، يعني في ترتيب الرابع، يعني لم تأتي في فعل ثلاثي وإنما في فعل رباعي، فهنا كتبنا الألف طويلة، نقول لأنه فعل زاد على ثلاثة حروف وسبق الألف ياء، هذا هو السبب. وأيضا العليا زادت على ثلاثة حروف وسبقت الألف بياء فكتبناها طويلة. أما كلمة السفلى زادت على ثلاثة حروف إلا أنها لم تسبق بياء. تمام؟ إذن قاعدتها سهلة وبسيطة، أن الألف اللينة إذا كانت في فعل أو اسم زائد على ثلاثة حروف فنكتبها مقصورة إلا إذا سبقها ياء، فنكتبها طويلة. بقي أن ننبه
إلى أمرين وهما مخالفان للقاعدة. أن كلمة يحيى وهو اسم علم، نلاحظ أن هذه الألف سبقت بياء ومع ذلك كتبناها مقصورة. السبب حتى نميز بين يحيى اللي هو اسم علم وبين يحيى الذي هو فعل مضارع، هذا هو السبب. وأيضا كلمة ريا إذا كانت اسم علم حتى نميز بين ريا اسم العلم وبين ريا التي تكون صفة. إذن كلمة يحيى وريا خالفتا القاعدة. السبب حتى نميز بين يحيى اسم العلم بين يحيى الفعل، ريا حتى نميز بين ريا التي هي اسم علم وبين ريا التي تكون صفة. نقرأ القاعدة معا. إذا وقعت الألف في آخر الفعل أو الاسم رابعة فما فوق، يعني جاءت في كلمة رباعية خماسية سداسية وغير مسبوقة بياء، يعني لم يأتي قبل الياء، لم يأتي قبل الألف ياء، فإنها تكتب مقصورة. أما إذا كانت مسبوقة بياء فتكتب ممدودة. شذ اسم العلم يحيى كما ذكرنا لتمييزه عن الفعل يحيى، واسم العلم ريا لتمييزه عن الصفة ريا. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام دروس الإملاء في الصف السابع، وأذكركم بالوظيفة الموجودة في الصفحة 150 و151، حفظ القاعدة وكتابتها، وحل التمرينات في الصفحة 152، وأيضا عندنا قاعدة في الصفحة 153 و154 مع التمرينات. ولا تنسوا أن تتواصلوا معنا في حال الاستفسار والسؤال يوميا من الساعة 6 حتى الساعة 8. نترككم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم.